الاتصالات اللي كنا حكينا عنه بسياق هذه الحلقة لا زال في يعني الناس بعدها مش فاهمة، تحديدا الأشخاص اللي خطوطهم ثابتة مش عم يعرفوا ليه الفاتورة، خصوصا أنه شفنا الفاتورة تبع الشهر الماضي بلشوا بوقت قالوا أنه من بداية تموز، يعني مفروض آخر تموز يبلشوا يحسبوا على السعر الجديد، طلعت فاتورة حزيران اللي دفعوها على السعر الجديد وانصدموا. هي ما دفعوا كل الفاتورة حتى تكون واضح، شو صار؟ هن بس دفعوا الاشتراكات، اشتراك الانترنت بس طلعت كتير ايه هي بس بعب يعني انا عم خوف اكتر. يعني اليوم تجد فاتورته 600,000 هن عبارة عن عدين مشترك جيجا حولوها على صيرفي، والاشتراكات المسبق اني 5 أو 7 دولار بدي يخدون بتاخدون الشركة، هو حولوهم بس على سيارفة وما حسبوا فاتورة الاتصالات يعني الكولينج وغيرها. اه يعني هلا ينطروا اكثر الفاتورة حيصير ضرب 2 تقريبا، يعني دفع 600 الشهر الماضي، الشهر الجاي فوق المليون فاتورته بكل بساطة حتكون. فمن هون الناس متخوفة وعم تركض على الشركات لحتى شو تعمل. يعني اليوم اوفر، يعني اليوم اوفر على المواطن طبعاً اللبناني مع رفع التعرف انه يروح على الخط الخطوط المدفوعة مسبقا، رغم انها هي ايضا خطوط غير عادلة، بس بلبنان بعدك كل شهر بتدفع انت اشتراك بكل دول العالم انه صارت ارخص من انك بتقارنيها مع الخط الثابت حتكون اوفر بكثير. يعني انت فيك يمكن ب 400,000 او 500,000 يكون هي فاتوره المسبق الدفع، اما الخط الثابت ما بتجي فاتوره تحت المليون ليره، مليون و200 الف، هذا زي ما حكى كثير. طيب تواصلت مع وزير الاتصالات كنا بحلقه مشتركه نعم. على باحد البرامج من فتره، وكان في نقاش نحن وياه، وزير الاتصالات قال انتم معكم حق بالنسبه لموضوع رفع التعرفه، ولكن ما في قدامي امكانيه الا اني اعمل هيك. هو مصر عم بيقول للناس انه انتم اساسا يعني حتى بموضوع الدولارات اللي كانت العالم عم تشتريها، مش التجار يعني الناس العاديين الموجودة على تليفوناتهم، قال ايه ما انتم شارينهم على 1005 يعني حتى بهاي. هلا معالي يعني وزير الاتصالات عم بيقول هو عامل دراسة محددة، وصراحة هو طلب مني انا اروح شوف هيدي الدراسة، ويمكن قريبا اروح اطلع عليها لشوف شو الآلية، لأن قدمنا اقتراحات عم اقول لا لازم يكون في توازن ونطلع تدريجيا بالتسعير، وما يكون التسعير مباشر من 1500 ل 25 و300 لأنه ظالم. شركات ام تي سي وتاتش عم بيحاولوا، نحن نزلنا فاتورة الحكي عم ترجعتوا للسعر الطبيعي، لما كانت 36 سنت ما هي كانت سرقة، هي كل بكل العالم هي 4 سنت و5 سنت. وحتى اليوم بالبطاقات المحطوطة، يعني مثلا أنا بستغرب أمر إنه بيقول لك مثلا بطاقة الطلاب هي 5 دولار ونص، طب ما في بطاقة ب 5 ونص، هي ب 7 ونص، ما في ياب 4 ياب 7 ونص، أنت عم تشريه ب 7 ونص. إذا بديش تشيك إنترنت مثلا جيجا 6 جيجا يمكن ب 8 دولار، ما في بطاقة ب 8 دولار، في ب 14. يعني برضو حتى بالطريقة هنا عاملينها بطريقة يجبروا المواطن أيضا يشتري الباقة الأعلى، وهذه عند الشركات اللي عم تستفيد على ظهر المواطن. إذا بدك تشتري دولار 35,000 هذا على الابلكيشن تبع شركة الاتصالات. طيب وفي ناس عم ببيعوا ب 50 كمان، إذا بتروح بتراقب هلا في بعض المحلات عم ببيع الدولار ب 50,000، بتقول لك بحجة بدي احول لك اياه وفاتوره التحويل وبروح علي اس ام اس وغيره، عم بيكون بين 50، وفي بعض الناس قالوا على 60,000 كمان عم ينحسب الدولار. هذه الفوضى من يراقبها؟ وزاره الاقتصاد معنيه بمراقبه هذه الفوضى او وزاره الاتصالات؟ هي المشكله وين بلبنان؟ تضارب بالمسؤوليات بالبلد، تضارب بالمسؤوليات وما عم نعرف نحن من هي الجهه الرقابيه الحقيقيه لازم تراقب اي نقطه. وكان الاجدر بوزاره الاتصالات قبل الذهاب لهيدي الخطوه يكون في عندها خطه مبرمجه حقيقيه. يعني انا اللي صار حسب ما فهمت، اوكي اليوم الوزاره عم بتعاني بكلفه الانتاج، نحن بنفهم هذا الامر، لازم يكون في تعديل اكيد، ولكن اللي صار مو بس افاده للشركات الفا وتاتش، يعني اللي على حساب المواطن اللبناني ما كان في توازن. احنا كنا عم نطالب معالي وزير الاتصالات بالتوازن، هلا برجع بطلب مره ثانيه مع حضرتك بالتوازن، يعني التعرفه بدها تكون منطقيه شوي، بدها تراعي كمان رواتب والاجور. يعني هذا المواطن كل الناس عم يحكي كل الوزارات بده يرفعوا التعرفه، طب ما تطلعوا برواتبهم لهود الناس قديش هي، وقديه بعد فيه يتحمل المواطن والقدره الشرائيه. طيب هل تتوقع ان يتم قبول الطعون اللي تقدمت لابطال هذا القرار؟ هلا اتمنى يكون في قبول لها واعاده هيكليه من جديد، ولكن حسب ما فهمت من معالي وزير الاتصالات انه لا يتوقع انه تقبل هيدي. ليه؟ انت ما عرفت شو الثغره القانونيه اللي هن متنفذين منها، بينحكى انه عاملين اليه محدده تحمي وزاره الاتصالات بهذا الموضوع. خلينا نتابع مسار الامور وما نستعجل، ولكن احنا نتمنى من دون هيدي الامور اعاده النظر من جديد بآلية التسعير بالاتصالات، لانه مجحف كثير بحق المواطن. يعني مثلا اليوم انا بعد ما فيني بعد في غير لبنان يعمل واحد كل شهر بده يدفع من اول وجديد رسوم اشتراك بخطه ماشي للبنان. يعني سوريا حدنا اليوم حرب وغير حرب، قديش كلفه ال5 جيجا؟ بيطلعوا 3 دولار،
نحن قديش بدنا ندفع؟ 8 دولار مثلا اذا بناخذ 6 جيجا، رقم كبير بالفرق يعني، بعده كثير فرق عم بيكون بينه وبين الدول الاخرى. بس هيك هيدا الرقم عم يرتفع كل ما ارتفع سعر الدولار. اصلا اليوم سعرها 25 و40، بكره يمكن تصير سعرها 30,000 اذا ارتفع سعر الدولار برا. وكل الناس بتعرف بس يفلوا المغتربين بعد فتره بطلت شيء مخفي على حدا. يعني هيك اخر قرار مفروض سعر الدولار بده يرتفع يعني شو يعني شو الضابط للدولار؟ شو صار يعني بالبلد اقتصاديا لحتى الدولار يضل مضبوط؟ لانه انا بشوف سعر الدولار هلا هو مصطنع اليوم. لانه في ضوابط محدده. قد ايه سعره الحقيقي؟ هلا ما فيك تحسب هيك، اليوم انت اذا انا بدي شيء حسب قد ايه عم تضخ منصه صيرفه، هلا قلت لك اياها مره مع حضرتك كمان هون، شئنا ما بينا صارت منصه صيرفه هي الرادع الوحيد للدولار بالبلد. قد ايه في امكانيه للضخ على منصه صيرفه؟ قد ايه ممكن سعر صرف الدولار ينضبط؟ ولكن المشكله انه منصه صيرفه ما عندها الامكانيات النقديه الكافيه لتستمر لفتره طويلة. فكل مرة بده يكون في بده يدور على طريقة لحتى تتمول بدولارات محددة، فبالتالي هذا الأمر لحاله بيخلق نوع من التفلت بالسوق، ما حدا في يعطيكي سعر دقيق للدولار قديش لازم يكون، ولكن الواقع إنه الدولار اليوم هو الأصعب إنه قديش سعره الدقيق إنه غير مستقر، يعني ممكن يطلع درجات سريعة، ممكن ينزل أيضا درجات سريعة، وبالحالتين هو كارثة على الاقتصاد والنقد لأنه بيعمل خسائر سريعة على المواطن وأيضا على المستثمر، فمن هون حيدفع الثمن بالآخر المواطن، المستثمر اللي بيحمي حاله بتسعيرة جدا عالية بيقول لك أنا خايفان من الدولار، فبتروح على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني اليوم اللي ما عاد عنده بعد أي شيء إلا صار إما على سعر الدولار إما على سعر صيرفة وهو ريبه بعده للأسف. ما عم نحكي نحن والله من نحن بس نحن عم ندفع في واقع قديش رواتب العسكريين والموظفين والقطاع العام قد هي بعدك أقل بكتير يعني بيكفي أعطيكي رقم من بداية الأزمة لليوم التضخم المالي كمتوسط تضخم مالي كمعدل عام طبعا سلك زي تخطت 3000% وغيرها صار 1000% تقريبا بينما كل الرواتب والأجور زادت بس 25%. لكن الفرق بين مؤشر الأجور ومؤشر الأسعار هذا يستدعي انتباه وتكب الموضوع. يعني اليوم في ناس وصلت لمرحلة الانعدام المعيشي بهذا الموضوع، لازم يكون في انتباه حتى الطبقة الوسطى، حتى اللي كان كنت بحضرتك بأحد الحلقات من فترة شهر تقريبا لما قلت اليوم صار بده 700 دولار تقريبا لحتى يقدر يكمل المواطن اللبناني. هلا إذا بتحسبها على الليرة بدك 20 مليون تقريبا، إذا بدك تحسب بنزين وبدل نقل وغيرها بالحد الأدنى قلنا يمكن 10-12 مليون. طب مشكلة كبيرة اليوم قد الرواتب بعدها، هذا الموضوع بده حل. قبل ما نحكي بموازنة وقديش رام على الموازنة طبعا نشوف كيف نتصرف مع الموظفين بالبلد ومع فئات لا تقل عن 40% اليوم كموظفين بالقطاع العام والقطاع الخاص، هودي لا عندهم فرج دولار حدا يعطيهم إياه ولا حدا يعطيهم مدخول آخر. 100% طيب